يا ماما خير في ايه؟ اهلا، ده عم كرم فاق اهو قام بالسلامه ما شاء الله. ده احنا نجيب لك عجله بقى. تعالى حبيبي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا دياب. عم كرم بس جه وعايز يكلمك في كلمتين كده. يعني خير يا عم كرم؟ في ايه؟ كل خير يا دياب يا ابني. انت عارف انا دلوقتي بقيت راجل عاجز وكنت محتاجك تقف معايا اليومين دول. تعمل ايه بقى؟ من الله اللي كان السبب. جرايه يا عم كرم، ما تحسسنيش بالذنب، ما انت بسم الله ما شاء الله اهو زي الفل ومبسوط. الحمد لله على كل حال. بس خلاص بقى دياب يا ابني، الزمن فات كتير ما بقاش الا القليل. ايه هناخد زماننا وزمن غيرنا؟ بص بقى من الاخر كده، عم كرم جاي يتكلم معاك عشان يحدد معاك ميعاد دخلة اختك. دخلة ايه؟ هو عنده شقة؟ ده مأجر أوضة في شقة الطلبة. ما انا الحمد لله دياب عمي توفى. ايه ده؟ ايه عمي توفى دي؟ ايه الجبروت اللي انت فيه ده؟ انا استأمنك على اختي ازاي بعد الجملة دي؟ انت اكيد انت اللي قتله. يا عم تقفل من بوقك يا عم دياب. عم الله يرحمه لما مات انا الوريث الوحيد، ورثت شقة بفرشها ودي اللي هتجوز فيها. لا يا حبيبي، انا اختي ما تخش على عفش واحد ميت. يا عم ميت ايه بس؟ تف من بوقك، ده هو كان بيوضبها عشان يقعد فيها، ما لحقش يا عيني يقعد فيها وانا ورثتها. خلاص يلا بينا نروح نشوفها. مش هينفع يا طنط، اصل الامن هناك مش هيرضى يدخلنا، لان الشقه اصلها في كومباوند في الشيخ زايد يا دياب. فين؟ في الشيخ زايد. في كومباوند في الشيخ زايد؟ يا حبيبي يا عم كرم، بقول لك يا عم كرم، ما تتجوز انت في الشقه دي في العفش بتاعك، واحنا نروح بقى نتحدي في الحادفه دي، نروح احنا الشيخ زايد مش مشكله. لا يا دياب لا، انا قاعد في ورشي يا عم، مش محتاج حاجه من حد الحمد لله. عادي، بس انا هتلف تلف وترجع لي، ما هي شكلها شقه ورث. لا يا رب ما تاوعى تدخلها. ايه؟ انكش. اشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.